يستعد مطار أحمد بن بلة بولاية وهران لاستقبال الرحلات والمسافرين بداية من اليوم الخامس جوان واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة لسارة فرندي وبن سمير سفيان. أول رحلة سوف تكون مع الخطوط الجوية الجزائرية على الساعة 6 مساء آتية من مارسيليا، على متنها حوالي 300 مسافر، ولكن هناك بروتوكول صحي صارم معمول به بالمطار أحمد بن بلة. من بين هذه الإجراءات يجب كشف كل مسافر يكون عنده كشف تحاليل نتائج سلبية، تقديمها إلى مراقبة صحية للحدود أقل من 36 ساعة، وضع الكمامة إجباري داخل المحطة، تقليص عدد الركاب داخل الحافلات، تقليص عدد المقاعد داخل المحطة. إن مصالح الجمارك في أتم الجاهزية والاستعداد لاستقبال جالياتنا في الخارج في ظروف حسنة وتسهيل الإجراءات الجمركية.